السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال وعشركم بروكه باش ما تمنيتو. اليوم بغينا نشاركوا معكم هذا الرغيفات ديال العيد، صراحه اللي كيجيو زوينين البنات. خلي ماما تعطيكم مقادير. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مبروك عواشركم، تدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الرغيفه، راه تجي زوينه. المقادير اللي عندي يا البنات، عندي كيلو ديال الفرس، عندي 100 غرام ديال الزبده، عندي واحد المعلقه ديال النافع وحبه حلاوه مدقوقين مغربلين، عندي بيضه، شويه الخميره، شويه الزعفران الحر، كاس ديال الماء زهر، كاس ديال اللوز مطحون، خماره واحده. دابا ماما نبداو. بسم الله بسم الله على بركه الله. درت هاد الكيلو ديال الطحين، غادي نديرو، نضيف واحد جوج معالق ديال الزيت. باش البنات راه نسينا كاع ما ذكرناهم لكم في المقادير، نضيف علينا الكاس ديال اللوز، نضيف عليهم معلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه، معلقه كبيره البنات، راس معلقه ديال الخميره. خص الخميره فيها ماما شويه، غير راس معلقه ديال الخميره. نضيف هاد الزبده، هاد 100 غرام ديال الزبده البنات، نضيف خماره البنات. دابا ماما قالت تخلط النواشف كامله، ياك؟ نخلط النواشف كامله، خصهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم، نبقى نخلط فيهم مزيان حتى تنسجم لي ديك الزبده مع ديك العناصر اللي درت كاملين. هانتوما البنات، تنبقى نخدم بهاد الطريقه هادي حتى ينسجموا لي المقادير اللي عندي كاملين. صراحة البنات الرغيفات كيجيو زوينين و الطريقة سهلة. نتوما تبعو معنا الفيديو حتى الاخر تشوفو المراحل كاملة. تقابل ماما خصك ديك الزبدة اللي درتي تذوبيها في الطحين، خصها ضروري بهاد الطريقة هادي، حد الزبدة دايرة بلا ما نذوبها، خصني نذوبها هكا بيدي الطحين. دابا البنات نضيف عليهم البيضة، راه مساهلين البنات. دابا ماما نضيف لك الماء الزهر. دابا صافي نبدا نعجن، نضيفو عليه مركز ديال الماء الزهر، ونضيف عليهم تاني الزعفران، داك الكاس اللي درت فيه الزعفران الحر، ضيف لها ماما حتى الماء، ونضيف كاس ديال الماء، الكاس اللي كان عندنا فيها ماما الزعفران زدنا كبينا فيه الماء، درت فيه الماء، العجينة ديال المرات ديما هي خفيفة، ما هي صغيرة، ما خصكمش تخليوها قاصحة، ما خصكمش تخفوها بزاف. نتوما البنات هي ماما بعد ما جمعت العجينة، دابا جمعت العجينة البنات، قسمتها على ثلاثة، تنقسمها على ثلاثة وتنخليها ترتاح شوية، نكورها على الطريقة هادي ونخليها ترتاح شوية. شحال تقريبا ماما الوقت خصها ترتاح باش تبداي تخدمي؟ تنخليها 4 ساعات، تنغطيها بلاستيك غذائي
دابا ماما بداو نخدمو. دابا غادي نبدا نخدم فيها. هو سر النجاح ديال هذا الرغيفات ماما هي الطريقه ديال مايزينا. هي مايزينا يعني تيخصها مايزينا بزاف. دير لها مايزينا بزاف وما تخافش منها وتنطلقها بدلك ولين تلقى تكون رقيقه. انا تنطلق البنات وانا تندير مايزينا. يعني مش كدير مايزينا بشويه كثر شي مايزينا بزاف. ايه ترش مزيان باش تجيني مورقه من الداخل. بقيت تلقاش قلبي هكا. ايه باش تدخل في هذوك مزيان تجي مورقه من الداخل. تجي فيهم حتى تقرمشه كيجيو زوينين. هانتوما دابا البنات نطويها على شكل رغيفه. باش كتورق داغي. باش كتورق داغي. نخليها ترتاح شويه وغادي ندير وحده اخرى. دابا ماما ندوزو للمرحلة الثانية. دابا ندوزو للمرحلة الثانية. دابا نورقها مزيان. إلا جاتكم كبيرة البنات قسموها ديرو طرف بطرف حيت هاد الرغيفة هادي تتبغي تجي رقيقة بزاف بزاف. كتزيدي دافي لها ماما مايزينا. ايه لا نضيف لها مايزينا. انا تندلك فيها بدلك وانا تنضيف لها مايزينا. هاد الكيلو تقريبا راه هاز لي ربعه ديال مايزينا. يا ماما في الخدمه ديالها سهله بزاف ماشي شي حاجه صعيبه. لا سهله بزاف. تتورق وتتقلبها باش تدخل فيها مزيانة من هاد الجي ومن هاد الجي. تما البنات لصقا تورق فيها حتى لي يبانلك سطح العمل. تتجي رقيقة.
خصها ممتقق مزيان باش تجي مورقه من الداخل. غير خصنا نرقوها مزيان باش تجي مورقه من الداخل. ها نتوما البنات نتوما راه رققتها مزيان حتى يبقى يبان لي سطح العمل. تيتك الجوانب ديالهم خصهم يرقاقهم. الطرف الجوانب الطرف الوسط غنحاول نقد البنات. دابا هاد العجينة ما ممكن تحيديش عاود تخدمي بها. نديرها في الميكرو ونخليها حتى تطلق شويه ونخدم بها. حتى حاجه ما كضيع. دابا ماما كتبدي تلويهم على هاد الطريقه. نلوي هكا خت ماما يلويوها مرخفه ولا تكون مزيره؟ لا تكون مزيره. انا تلويها وانا تنزير يدي. طيب ماما تبقي تلوي بهاد الطريقة هكا. نتوما البنات ديك الحاشيه ديالها عندي شويه ديال بيض البيض غادي نلصق به. كتحيدي دابا من ديك الحاشيه اللي زايده؟ نحيد ديك الحاشيه اللي زايده باش كتجي مقاده. باش تجيني مقاده وتلصقها بالبيض ديال البيض باش ما كيتحلوش النار رايفات. تقطع بالموس. تنقطع بالموس. هانتوما البنات تنقطع طرفات صغار. الجوانب ديالنا كم تديريهم؟ لا تيكونو خاويين متنديرمش. تنجيب الدلاكة البنات وتنتكي عليها هكا تكية خفيفة ما تنتكيش بزاف باش يخرجوا لي هذوك الجوانب ديالها من لهنا ومن لهنا. كما البنات كما كتشوفوا معنا راه الطريقة سهلة بزاف. تنديرهم في واحد الصينيه البنات تنغطيهم ببلاستيك على بيد ما نسالي هذا الشيء اللي عندي كامل. دابا ماما الريفات غادي تقليهم في الزيت. من بعد ما ساليت درت هذيك العجينه اللي عندي كامله ساليتها عاد تنبدا نقلي. دابا غادي نبدا نقليهم في الزيت نخلي الزيت حتى تسخن بقى نحط فيها الرغيفه ديالي. دابا الزيت ما بدا تيسخن صافي نحط فيها الرغيفه. من بعد ما ساليت هذيك العجينه اللي عندي كامله عاد ترجع نقلي. شوف شتي البنات راه كيجيو صغيورين كيجيو زوينين. هذا رفيت ماما كانت فيهم في العسل. كانت فيهم في العسل من بعد ما تحمروا لي البنات. ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب. ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب نتحمروا لي تنديرهم في العسل.
تنعس لما البنات. ثم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات من بعد ما عسلناهم وضفنا لهم شويه اللوز. والتزيين تيبقى حسب الاختيار، ممكن انكم تزينوهم باللوز ايفيلي ولا بالسنجلان، كل واحد هو شنو كيبغي. هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفه ديالنا البنات. هانتوما راهم تيجيو مقرمشين، تيجيو خاويين من الداخل، كيجيو مورقين. والصحه والراحه.